أهلا ومرحبا بك عزيز الطالب في درس جديد من دروس تعلم الجيتار بأسلوب مميز عن بعد. درسنا هذا اليوم راح نبدأ نتعلم كيفية العزف بالإصبع الثاني والثالث والرابع اللي هم الآي والإم والأي. وزي ما ذكرنا سابقا إصبع الآي بيعزف على الوتر الثالث، وإصبع الإم بيعزف على الوتر الثاني، والإصبع أي بيكون ركوزه وبيعزف على الوتر الأول. طبعا بيكون الإصبع من تحت الوتر، تمام، لحتى تنقره بأسلوب الفري ستروك زي ما ذكرنا سابقا. طبعا إصبعك الإبهام بيكون مركز على ركوزه على الوتر السادس، بس لحتى موضوع التوازن الإيد، حتى ما يختل التوازن، فقط هو هذا السبب، تمام. الآن نبدأ بالتمرين مع المترونوم زي التمرين السابق، بس راح نعمل ال I 4 مرات والM 4 مرات والA 4 مرات مع المترونوم، ونأكد ضرورة العزف مع المترونوم. نبدأ نعد بعدين نبدأ العزف. 1 2 3 4 I M على الوتر الثاني، A على الوتر الأول، كمان مرة I 2 3 4 وتر ثاني، إصبع ثالث، بعدين A وتر أول، إصبع رابع مرة أخرى، إصبع ثاني، بعدين إصبع ثالث على الوتر ثاني، وأخيرا إصبع أول بالوتر الرابع، كمان مرة، إصبع ثاني، إصبع ثالث على الوتر الثاني، إصبع رابع وتر أول. كمان مرة، إصبع ثاني وتر ثالث، إصبع ثالث وتر ثاني، إصبع رابع وتر أول، مرة أخرى، إصبع أول على وتر الصول، إصبع ثالث على وتر سي، إصبع رابع على وتر مي. كمان مرة، آي 2 3 4 إم 2 3 4 A 2 3 4 I وتر الصول، M وتر C هو الثاني، وال A أخيرا هو الوتر الأول المي. إذا نرجع نعيد ونذكر، إصبع ال I على وتر الصول هو الوتر الثالث، إصبع ال M على الوتر الثاني اللي هو وتر C، وإصبع الـ A على الوتر الأول هو وتر المي. طبعا الإصبع الثاني اللي هو الـ I، والإصبع الثالث اللي هو الـ M، والإصبع الرابع اللي هو الـ A. بتمنى أنك تتقن الدرس وتتمرن وترجع بعدين للشرح وتكون جاهز بعدين أنك تنتقل للدرس الثاني. بالتوفيق وإلى اللقاء.